قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. الفيلم ده انتوا طلبتوه مني الاف المره ولذلك قلت لازم الخصه، وكالعاده طبعا بتبهروني باختياراتكم. الفيلم حاله من المتعه والاكشن والدراما والتشويق التي لم ولن تراها الا عند مختار كوكلي البسيط. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه الدراماتيكيه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بارض العزه اللي بيكون فيها الخير لجميع الحيوانات والطيور، عايشين في تبات ونبات وكل حاجه فيها ماشيه بالقانون، واللي بيحكمها العيله المالكه، عائلة الملك موفاسا. والنهارده بيكون اهم يوم في الغابه، يوم مولد ولي العهد سيمبا. الحيوانات كلها بتحضر عند عرش الملك، وعم شكشك بيروح يبارك الشبل، بياخده من امه سرابي وبيرفعه قدام الكل، بيحيوه وبيرحبوا بولي العهد سيمبا. في الوقت ده سكار بيلعب بالفار ده وبكون خلاص هياكلوه، ولكن زازو بيخش عليه واحد يقول لي مش ده اللي بيوزع لشاكوش يا ميخا؟ لا صديقي التاني ساسو. المهم بيقول لسكار ازاي يا استاذ انت ما تجيش حفل ترحيب ولي العهد سيمبا ابن اخوه؟ ايه المبرر اللي هتقوله لموفاسا؟ بيقول انا مش هبرر حاجه لحد، وبعدين ده سبب يخليك تيجي وتطير فطاري من ايدي؟ بيقول انا ما كانش قصدي. بيقرب منه وبكون خلاص هياكله. تفتكر انه هياكله يا صديقي؟ لا والله. بيخش عليه الزعيم موفاسا وبيقول له عندك اسكار؟ لا انا ولا مراتي سرابي شفناك النهارده في الحفله. بيقول له بجد؟ هو ليه العهد كانت حفلته النهارده؟ الظاهر اني نسيت، ما كانش قصدي خالص اقلل من معاليك ومعالي مراتك سرابي. زازو بيقول له يا اخي عيب عليك، ده انت اسد كبير كنت المفروض تكون في اول الصف. بيقول له انا طول عمري في اول الصف لحد ما جه ابن اخويا اللي هيبقى ملك عليا. موفاسا بيقول له ابي اسكار تديني ظهرك وانا بكلمك، انت كده بتتحداني. بيقول له اتحداك مره تاني؟ انا اتحديتك مره وخسرت، ما عنديش الجرأه اتحداك تاني يا ملك، وبما انك غلبتني هتفضل طول عمرك الملك. بيقول له غلط يا سكار، ابني هيكبر وهياخد مكاني. بيقول له لما نشوف يا ملك، وبيسيبه ويمشي. بيقول له زازو انا محتار اعمل ايه مع الغبي ده. بيقول له انت عارف وانا عارف، ده كان المفروض تطرده من الغابه من زمان. بيقول له ما ينفعش يا زازو، ده مهما كان اخويا عمره ما يهون عليا، وطول ما انا عايش الارض ارضه، يقعد زي ما هو عايش. بيمشوا من المكان، وبالليل عم شكشك بيكون قاعد على الشجره بتاعته، بيشوف الغابه اترسم عليها صوره الملك الجديد وهو سيمبا، بيفرح قوي. وتاني يوم الصبح سيمبا بيصحى بدري وبيخرج لبره، بيخش يصحي باباه اللي بيكون نايم قتيل. سرابي بتقول له ابنك صحى موفاسا، بيقول لها قبل ظهور الشمس مسؤوليتك. بتقول له قوم يا راجل الشمس طلعت. وسيمبا بيقول لباباه بابا انت قلت النهارده هتاخدني معاك لبره. بيفوق وبيقول له يلا بينا. بيقول له هنبدا بايه؟ هندي اوامر الصيد ولا هنلف نحمي الغابه من الضباع الاشرار؟ استنى يا عم انا خايف، مش انت قلت لي ممنوع اطلع هنا؟ بيقول له بص يا سيمبا، كل حاجه تحت الشمس ملكنا، وحكم الملك بيكون زي الشمس، بيغيب تدريجيا، ويوم من الايام يا سيمبا هتغيب شمسي وهتطلع شمسه وهتحكم انت الغابه دي. بيقول له ياه كل ده هيبقى ملكي انا؟ بيقول له مش هيبقى ملكك، ولكن هيكون في حمايتك، مسؤوليه كبيره قوي مش اي حد يتحملها. بيقول له احمي كل ده؟ هحمي الاشجار والفخار حتى الجبل الاسود اللي هناك ده. بيقول له اياك في يوم من الايام تروح عند الجبل ده. بيقول له بس انا هكون ملك والملك بياخد اللي هو عايزه. بيقول له الملك الحقيقي ما بيدورش على اللي هياخده، بيدور على اللي هيديه لشعبه وارضه. لازم تعرف ان كل حاجه في الارض اللي احنا فيها دي ماشيه بميزان، وبما انك ملك لازم تفضل محافظ على التوازن ده، وعلشان تحافظ على التوازن لازم تحترم جميع مخلوقات الغابه من النمله للفيل. بيقول له بس احنا بناكل البقر والحيوانات دي. بيقول له بناكلها بس خليني اشرح لك الموضوع بيمشي ازاي. احنا بناكل البقر واما بنموت اجسامنا بتتحول لاعشاب، البقر بياكلوا الاعشاب دي واحنا بنرجع ناكل البقر حلقه ودايره. ومره واحده زازو بيقول له اخبار الصباح يا رايق. موفاسا بيقول لسيمبا ركز معايا، انا عايزك تهجم على زازو، ركز عليه. اهجم يا ولد. بيهجم عليه. زازو بيقول له تصدق ان انا غلطان؟ بياخدها طيران. وموفاسا بيكون في منتهى السعاده بابنه. زازو بيرجع له وبيقول له مصيبه يا رايق، في ضباع دخلت الغابه عندنا. بيقول له خد سيمبا وارجع على البيت. سيمبا بيقول له انا هاجي معاه. زازو بيقول له يلا بينا يا معلم. بيروحوا وسيمبا بيكون في منتهى الحزن، بيشوف الحشره دي بيحاول يصطادها ما بيعرفش. وسكار بيقول له لو عايز تصطاد اي حاجه خليك في اتجاه الهوا. بيقول له بجد؟ طب ما تعلمني يا عم سكار. بيقول له انا ما بعلمش اطفال. بيقول له انا مش طفل، انا هبقى ملك الغابه، ابويا قال لي ان الغابه بالكامل هتكون تحت سيطرتي، حتى انت هتاخد الاوامر مني. بيقول له بجد؟ بيقول له حيط امنا الغوله. بيقول له بما ان ابوك كلمك عن المال ما كلمكش عن مقبره الافيال اللي هناك دي؟ بيقول له قصدك الجبل الاسود اللي هناك ده؟ ابويا حذرنا روح هناك. بيقول له بالظبط، لان ما بروحش هناك غير الملوك والاسود الاقوياء. اياك تروح هناك يا سيمبا، واستنى اوعى تقول لحد اني كلمتك في الموضوع ده، خليه سر بيني وبينك. وبيسيبه ويمشي. سيمبا بيرجع لامه بيقول لنا هاخدك على مكان جناح. امه بتقول له كفايه خروج يلا تعالى علشان هحميك. بيقول لها بعد ما اجي هنلعب شويه ونرجع تاني. بتقول له تمام بس بشرط هيجي معاكم زازو. بيقولوا لها زازو لا. بتقول لهم زازو يا مفيش خروج. وفعلا زازو بيخرج معاهم. ونالا بتقول له انت هتروح على فين؟ بيقول لها هاخدك على مكان ما بيروحش هناك غير الاسود الشجعان، مقبره الافياد. بتقول له احنا ممنوع نروح هناك. بيقول لها احنا خلاص كبرنا وبقينا اقوياء ولازم نثبت ده للقطاع بالكامل، بس اهم حاجه دلوقتي علشان نروح نخلص من زازو. وفعلا بيخلصوا منه. بيقول لها شفت دماغي فتاكه يا بنتي
بتدي دماغ ملوك، بتقول له ها بس انا اقوى منك، بيقول لها لا انا الملك اقوى منك بكتير طبعا، بتخش عليه وبتغلبه بكل سهوله، بتقول له عرفت اني انا اقوى منك بكتير، بيقول لها استني بصي هناك، بتقول له عايز تضحك عليا، بيقول لها بجد بصي، بتبص بيكونوا خلاص جوه مقبره الافياح، بيخشوا جوه، انا لا بتقول له كفايه كده يلا بينا نرجع، بيقول لها لا هنكمل ونرجع نقول لهم على اللي حصل. عارفه ده معناه ايه؟ معناه انهم مش هيعاملونا تاني على اساس ان احنا صغيرين. بيخشوا جوه والمكان بيكون مرعب يا صديقي، نلا بتقول له اخرج المكان شكله خطر، بيقول لها خطر انا الخطر. سمعت صدى الصوت؟ بتقول له الصوت ده مرعب انا همشي من هنا، وبكون خلاص ماشي، ولكن الضباع بتحوطهم من كل اتجاه، بيقربوا منهم وبكون خلاص ياكلوهم، ولكن زعمتهم شينزي بتقول لهم ابعدوا يا اولاد، ده ابن الملك موفاسا انا اللي هبدا بيهم الاول، بيقول لها واحنا هناكل ابن الملك كده عادي؟ بتقول له موفاسا طردنا من ارض العزه يعني ملهوش حكم علينا. سيمبا بيقول لها ولا هتعرفي تعملي معايا اي حاجه، بتقول له شرس زي ابوه وانا باكلك هفتكر انك كنت شجاع، وبكون خلاص هتاكلوه، ولكن زازو بيحضر في المكان وبيقول لها ارجع يا شينزي، لو لمست حد فيهم هتبقى بتعمل حرب مع موفاسا، بتقول له حربنا مع الاسود شغاله من زمان، ولكن ابن موفاسا لازم يموت، بتهجم عليه ولكن زازو بيخبطها بجناحه، والاشبال بيهربوا من المكان، بياخدوها جري وراهم، واولاد الهرم بيحوطوهم من كل اتجاه، بيزنوهم في الركن ده، سيمبا بيقول لهم واو، بيقول له حلاوتك اديني واحده كمان، بيدي له ناره، ولكن ده بيكون صوت الملك الكبير الاسد المثير موفاسا، لوحده بيهم بيكون كفيل ومحدش فيهم بيسد معاها زميل، ارجع يلا، بيبعدهم عن ابنه، بيكسر عظمهم بالكامل، وبيقول لشينزي انا قربت من ابني تاني مش هاجي هنا وحذرك، بيبص لسيمبا وبياخدهم ويمشي، بيدخلهم الغابه وبيقول لزازو خدنا لا روحها وسيب سيمبا معايا هنا، بيقول له ارجوك ما تقساش عليه، بيقول له انا لازم اعلم ابني الادب، يلا امشي يا زازو، بياخد نالا ويمشي، وموفاسا بيقول لسيمبا تعالى هنا، وهو رايح له بيدوس على مكان ايديه، بيقول نهار اسود ده كف واحد منه وش هيضيع بين صوابعه، بيوصل لموفاسا بيقول له انت كنت هتقتل نفسك النهارده، والمصيبه الاكبر انك خدت نالا معاه، بيقول له انا عملت كده علشان اثبت لك اني شجاع زيك، بيقول له انا ببقى شجاع لما ما يكونش قدامي حل تاني، ما بروحش للمشاكل برجليا، بيقول له بس انت ما بتخافش من حاجه، بيقول له النهارده خاف، بيقول له بجد، بيقول له طبعا لانه كنت فاكر اني هخسرها، بيقول له حتى الملوك بيخافوا، بيقول له فوق ما تتخيل، بيقول له بس الضباع النهارده كانوا خايفين قوي، بيقول له لان ابوك ما حدش يعرف يعمل معاه حاجه، يلا وبيفضل يلعب معاه. بيقول له بابا احنا اصحاب مش كده؟ بيقول له اكيد، بيقول له انت عمرك ما هتسيبني صح؟ بيقول له بص يا سيمبا خليني اقول لك اللي ابويا قاله لي زمان، بص للنجوم الملوك اللي قبلنا كلهم باصين علينا من النجوم دي، بيقول له بجد؟ بيقول له وحيد سيدي البلبولي كل ما تحس انك لوحدك ومحتار بص للنجوم وهتلاقيني دايما مستنيك وهدلك دايما على الصح زي ما انا بعمل مع ابويا بالظبط، بيقول له بس انا مش شايف حد، بيقول له ركز وهتشوفهم يا ابني. في الوقت ده الضبع ده بيقول لصاحبه وربنا لو قابلت موفاسا في الشارع الله كسر عظمه، بيقول له طب خلي بالك هو وراه، بيقول له بجد موفاسا؟ ولكن ده ما بيكونش موفاسا صديقي، بيكون سكار، بيقول له اغبياء النهارده بعت لكم ابن موفاسا ازاي يرجع عايش تاني، واحد منهم بيقول له طب ايه رايك نكلك انت بداله، بيقول لهم برضو اغبياء هتاكلوا وجبه واحده وبعدها هتموتوا من الجوع، ولكن لو سمعتوا كلامي هتفضلوا طول حياتكم تاكلوا من خير ارض العزه. شينزي بتقول له ازاي ده هيحصل وموفاسا هو ملك الغابه، بيقول لها ما تشيليش هم انا عندي خطه هنقتله بيها، وبما انه طردكم من الغابه علشان بتاكلوا كتير وبطنكم ما بتتمليش انا هحكم الغابه وهسيبكم تصطادوا وتاكلوا زي ما انتوا عايزين، بتقول له موفاسا مش سهل خالص زي ما انت فاكر، كلنا بما فينا انت مش هنقدر عليه هو لوحده، بيقول له مين قالك ان احنا هنخش حرب معاه، احنا هنقتله بذكاء. تاني يوم الصبح ابن الهرمه بياخد سيمبا في المكان ده، وسيمبا بحسن نيه بيحكي له اللي حصل معاه بسبب مقبره الافياح، سكار بيقول له ما هو انا جبتك هنا علشان اصلح اللي حصل بينك وبين ابوه، هخليه ينسى كل اللي انت عملته، بيقول له ازاي؟ بيقول له بصوتك الضخم، بيقول له بجد؟ بيقول له حياه سرابي امه، كل الاسود بتيجي هنا علشان تقوي حنجرتها، انت هتستنى هنا وهتفضل تقوي حنجرتها، بيقول له ابويا هيفرح قوي صح؟ بيقول له دي حاجه مستحيل ينساها، وبيسيبه يمشي، بيدي الاشاره للضباع ومره واحده المكان بيتهز بسيمبا، الضباع بياخدوها جري ورا الجاموس، جيش ملهوش اول من اخر صديقي، بيفضلوا يجروا وسيمبا بيفضل يجري منهم، بيستخبى منهم، وسكار ابن الهرمه بيروح لاخوه موفاسا، بيقول له سيمبا محشور تحت بين الجاموس، بينصدم، وزازو بيقول له انا هروح اعرف هو فين بالظبط، سيمبا بيتشعلق في الشجره دي، وزازو بيقول له اثبت يا وحش، ابوك جاي لك دلوقتي، وفعلا موفاسا بيبدا ينزل له، وسكار بيقول لزازو انا هنزل اساعده، روح انت انده باقي القبيله، وفعلا زازو بيروح، وموفاسا بينزل تحت وسط الجاموس، بيوصل لسيمبا، بيقول له تعالى يا سيمبا، ولكن الجاموس بيضربوا الشجره وبيبعدوهم عن بعض، سيمبا ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، ولكن باباه بيظهر من العدم وبياخدوه بيأمن عليه في المكان ده، ولكن برضه الجاموس بياخدوه في طريقهم، ولكن مره واحده بيطلع من وسطهم وبيكمل لفوق على الجبل، وسيمبا بيكون الناحيه الثانيه بيطلع هو كمان، ولكن ما بيكونش شايف بابا، موفاسا بيوصل لاخر الجبل، ولكن بيلاقي سكار في وشه،
بيولوسكاه ساعدني اخويا، بيمسكه من ايديه بيقوله مع السلامه يا ملك، وبيخبطه بيرميه لتحت الخاين. سيمبا بيشوف ابوه قدام عينيه بيقع لتحت، هو بيكون في منتهى الصدمه، بيروح جري عليه وبيقول حد يساعدنا يا جدعان، محدش بيرد عليه، وبيروح جنب بابا بيقول له قوم يابا، قوم يلا خلينا نمشي من هنا قوم علشان نروح. سكار بيروح له وبيقول له سيمبا ايه اللي انت هببته ده، بيقول له مش انا كان عايز ينقذني، كان حادث. بيقول له انا عارف انه كان حادث، ولكن محدش من القطاع كله يعرف، الكل هيرمي اللوم عليك يا سيمبا، لانه لولاك ما كانش ده كله حصل، ابوك كان بيحبك تقوم تعمل فيه كده سيمبا، بيقول له ما كانش قصدي. بيقول له امك هتعمل ايه لما تعرف ان ابنها هو اللي قتل ابوه، بيقول له مش عارف، تفتكر ايه الحل؟ بيقول له اهرب، اهرب وما ترجعش تاني هنا يا سيمبا. وفعلا بياخدها جري من المكان، والضبع بيحضروا جنب سكار، بيقول لهم خلصوا عليه، بياخدوها جري ورا سيمبا ولكن ما بيعرفوش يمسكوه. بيوصل لاخر الجبل ده وبكون خلاص هيقع، وفعلا بيقع صديقي. شينزي بتقول لهم انزلوا وتاكدوا انه مات، وبتسيبهم وتمشي. واحد بيقول للتاني انت رايح فين، شبل صغير زي ده اكيد مات من مسافه زي دي يا عم، احنا هنروح نقول لها ان احنا اكلناه ورجعنا. ولكن سيمبا صديقي ما بيكونش مات، بيكون تحتهم بالظبط، بيقرر يسيب الغابه ويهرب ويسيب كل حاجه وراه. وسكار بيروح لباقي القطاع، هو بيقول لهم موت اخويا وابن اخويا سيمبا اثر فينا كلنا، ولكن ده مش هيوقفنا عن حياتنا، وبما اني انا الوارث الوحيد للعرش دلوقتي احب اقول لكم اني هكمل الطريق اللي مشيها اخويا، ولكن مش هقدر لوحدي، هعمل امبراطوريه جديده بيحكمها الاسود والضباء. الكل بيكون في منتهى الصدمه، وعم شكشك وزازو بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل من بعيد. عم شكشك بيكون فاكر ان حلمه انتهى وسيمبا خلاص ما، وسيمبا بيكون ماشي في الصحراء مش عارف رايح على فين، بيجي باخره وبيطب ساكت مكانه، النصور دي بتتلم عليه وبيكون خلاص هياكلوه، ولكن تيمون وبومبا بيحضروا في المكان وبيطيروهم من عليه. بومبا بيقول له ياه انا كنت هصطاد واحد منهم، بيقول له ما هو في واحد مكسور على الارض يا عم، بيقول له ده اسد صغير، بيقول له يا عم انت خنزير مخنزر، ليش عرفك انت في الحاجات دي، استنى خلينا نشوف ايه ده. بيقول له اهرب يلا ده اسد هياكلك، بيقول له يا عم اهدى ده اسد صغنون، احنا هناكله ونشربه ونربيه واما يكبر هيحمينا احنا الاثنين. بيقول له انت مجنون، قصدك بعد ما نربيه هياكلنا احنا الاثنين. بيقول له مستحيل، احنا هنعوده علينا. بيقول له لا انا من رايي نخليه معانا، نربيه ونكبره واما يكبر يحمينا احنا الاثنين. بيقول له بجد يا اسطى، بيقول له امال ايه يا ابني، من هنا العقل المدبر غيري. سيمبا بيفوق، تيمون بيقول له الحمد لله على السلامه يا اسطى، انا جيت بنفسي عملت لك اسعافات اوليه وانقذتك. بيسيبهم ويمشي. بومبا بيقول له تعالى بس ايه اللي مزعله، بيقول له عملت كارثه مش حابب اتكلم عنها. تيمون بيقول له عنده ايا كان اللي حصل مش هتقدر تغير الماضي، ولكن هتقدر تغير مستقبلك. ازاي بقى يا برنس؟ بالهروب من الماضي. بيقول له بس مش ده اللي اتعلمته. بيقول له يبقى محتاج درس جديد. هكونا ماتاتا. بيقول له نعم. بومبا بيقول له هكونا ماتاتا، من الاخر يا صديقي هكونا ماتاتا بالبلدي كده لا مبالاه. المهم بياخدوه معاهم، بيعيش وسطهم وبياكل اكلهم، هو بيكون واحد منهم مسالم للحياه، بيكبر وسطهم وبيكونوا اعز اصدقائه، وفي مملكته الغابه بتكون خراب. سكار وطباعه بيكونوا بيصطادوا بغباء، والضباع مش شبعانه خالص، والاسود مش لاقيه اكل، والحيوانات اللي باقيه مشيت من الغابه من المجزره اللي حاصله فيهم. نلا بتكون كبرت وشايفه الوضع قدامها ومش عارفه تتصرف ازاي. زازو بيقول لهم الاوضاع مش تمام خالص، اخر قطاع جاموس هيهرب من الغابه وكلكم هتخشوا في مجاعه. سكار بيحضر بطباعه، ونلا بتقول لهم احنا لازم نتصرف. سراوي بتقول لها نالا سكار هو الملك، بتقول لها احنا لازم نمشي من هنا، بتقول لها مش هينفع نسيب الغابه وبيوتنا. شينزي بتخش عليهم وبتقول سرابي سكار عايزك، بتروح له بيقول لها مش ناوي تلاقيني دماغك ونتجوز يا سرابي، بتقول له اللي انت بتعمله غلط يا سكار، بتصطاد بغباء وده غلط هيدخلنا في مجاعه. بيقول لها قصدك بصطاد بسهوله لان معايا جيش من الضباع. بتقول له الضباع ما بتشبعش، وجودهم وسطنا هيدمرنا كلنا يا سكار. بيقول لها من يومك قلبك كبير بس ما عرفتش تختار شريك حياتك المناسب ليكي، زمان اخترتي مفاسه وسبتيني، هو فين مفاسه دلوقتي، انا الملك افتحي لي قلبك وانا هعيشك في نعيم. بتقول له اللي اتجوزت جعفر الاسد مستحيل تتجوز كلب زيه. بيقول لها هيبقى من هنا ورايح الاسود هتاكل بعض الضباع، وانت عارفه الضباع ما بتسيبش حاجه وراها. وفعلا الضباع بتهجم على الاكل ما بيخلوش اي حاجه وراهم. بالليل الكل بيكون نايم، ونلا بتهرب من القطيع. تاني يوم الصبح سيمبا بيخرج مع زمايله على الفطار، بياكلهم حته اكل عافيه، خنفس على صراصير على حبه دود بالسمنه البلدي، انما ايه يا صديقي حاجه تقرف الكلب. بيفضلوا على الاكله دي لاخر اليوم، وقبل ما يناموا تيمون بيقول لبومبا ولا انت عارف ايه الحاجات اللي في السما دي؟ بيقولوا لا معرفش. بيقول انا مش بسالك يا غبي، انا عارف كل حاجه. ده يا معلم شريط نور، انا مركبه خدمه مني للعالم. بيقولوا طبعا كداب، ايه رايك انت يا سيمبا، ايه اللي منور في السما ده؟ بيقولوا لا معرفش. بيقولوا بداية حاجه اشمعنى انت يعني؟ بيقول لهم زمان في شخص قال ان الملوك شايفانا من فوق، وحاليا هم سامعين كل اللي بيتقال، بيضحكوا عليه، بيزعلوا، بياخد ركن مع نفسه، بينفض جسمه، شويه شعر بيطيروا منه. وركز بقى صديقي علشان حته الشعر دي عايزه فيديو خاص بيها. شويه الشعر دول بيطيروا
بيطيروا في الهواء وبيقعوا في المية. العصفور ده بياخدهم وبيحطهم في العيش بتاعه. الشعر ما بيعجبش المدام بترميه بره تاني. بينزل فين بقى صديقي؟ بينزل على الشجرة والغزالة بتاكلها بتهضمها. وطبعا حتة الشعر بتنزل في البيبي. الحشرة دي بتاخد حتة البيبي بتاعت الغزال بتفضل ماشية بيها لحد ما بتتقسم نصين. حتة الشعر بتطلع منها وبتروح على الصحراء. الهواء بيطير حتة الشعر والنملة دي بتاخد الشعر بتطلع بيها على الشجرة اللي هي شجرة مين صديقي؟ شجرة عم شكشة. بيمسك الشعرة وبيعرف انها من شعر سيمبا. بيفرح قوي وبيقول الملك سيمبا لسه عايش. في الوقت ده تيمون وبومبا بيغنوا بيلموا حواليهم الحيوانات. ولكن مرة واحدة لبوقة بتهجم عليهم ما بيسيبش بومبا في حاله. بتزنقه في الحتة دي. ابوكم خلاص اتخلص عليه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. بيهجم عليها الاسد المخيف سيمبا الحريق. بيكسر عظمها ولكن بنت الهرمة بتلفه الناحية التانية وبتحط ايديها عليه. بيقول لها نهلة. بتقول له سيمبا هو انت بجد؟ بيقول لها اكيد انا سيمبا. بيفرحوا قوي. بتقول له ازاي الكل فاكرك ميت؟ بياخدها بالحضن. هو بيقول لها ده تيمون وبومبا اعز اصحابي. دي نانا صديقة الطفولة. تعالي يا نالا المكان هنا تحفة هنعيش فيها انا وانت سوا. بتقول له انت لازم ترجع ارض العزة يا ملك. تيمون بيقول لها ملك ده حتة هيتيا ملوش لازمة. سيمبا بيقول لها مش وقته تعالي معايا اوريك المكان. بتروح معاه هو بيديها لفة في المكان. بيقربوا من بعض اكتر وبيتجوزوا. وشهود بيكون تيمون وبومبا صديقي. تاني يوم الصبح بيقول لها هتفضلي معايا؟ بتقول له لا انت اللي هترجع معايا يا سيمبا. بيقول لها ارجع فين ولمين؟ بتقول له ترجع لبيتك ومملكتك. سكار دمر الغابة. انا جيت هنا ادور على اي حد يساعدنا. لقيتك انت عايش. انت املنا الوحيد يا سيمبا. بيقول لها ما يهمنيش كل اللي انت قلتيه. انا مستحيل ارجع المكان ده تاني. بتقول له خليه. هو بتسيبه وتمشي. بالليل بيفضل ماشي مع نفسه. هو بيكون في منتهى الحزن عليها. بيلاقي عم شكشك في وشه. بيقول له ازيك يا سيمبا؟ بيقول له انت مين؟ بيقول له انا اللي ضاع من عمري سنين. مش انت ابوك مفاسا؟ بيقول له ابويا مات. بيقول له غلط. ابوك لسه عايش. ولو عايز تشوفه تعالى ورايا. بيقول له فين؟ بياخدها جري وراه لحد ما بيوصل عند الميه دي. بيقول له تعالى بص. بيبص في الميه. بيقول له ده انا. بيقول له لا ركز شويه. بيبص تاني بيشوف ابوه قدامه. بيسمع صوته جاي من السما. بيقول له سيمبا ارجع تاني مكانك. انت الملك. انت حاكم ارض العزه. ارجع وانقذ الغابه. بيقول له انا مش زيك علشان انقذهم. بيقول له انت ابني وريث شجاعتي. انا عايش جواك يا سيمبا. بيقول له ده كان زمان. بيقول له لا يا ابني ده للابد. ارجع يا سيمبا وافتكر انت مين وابن مين. ارجع يا ابني. ارجع يا سيمبا. ما ترجع يا سيمبا. عرفتنا انت وابوك يا عم. المهم كلام باباه بيأثر فيه وبياخدها جري على الغابه. بيوصل لنالا. بيقول لها بتمشي بالراحه ليه؟ يلا اجري معايا. بتقول له على فين؟ بيقول لها على بيتنا. وفعلا بيوصلوا الغابه وسيمبا بينصدم اما بيشوف الحال اللي وصلوا ليه. زازو بيحضر في المكان وبيقول له حمد الله على السلامه جلالته. بيقول له ازيك يا زازو؟ تيمون وبومبا بيحضروا في المكان. بيقول له احنا معاك في معركتك يا رايق. بيخشوا شويه جوه بيلاقوا الضبعه متنطوره في المكان. تيمون بيقول لهم احنا هنخش ازاي؟ سيمبا بيقول لهم هنحتاج طعم علشان نبعدهم من هنا. بيبصوا لبومبا بيقول لهم بالظبط عايزين حد حرش ولحم مخنزر كده ويكون على مزاجهم بالظبط. انتوا كلكم باصين لي كده ليه يا جماعه؟ وفعلا بومبا بيروح لهم. وتيمون بيقول لهم اتفضلوا يا شباب وجبه شهيه تكفي منكم 300. بياخدوها جري وراهم وسيمبا بيخش جوه. في الوقت ده سكار بيقول لسرابي لسه منشفه دماغك ليه مش موافقه على جوازي؟ انا احسن من مفاسا ب10 مرات. بتقول له اخلص خالص قطع لسانك واياك تقارن نفسك تاني مره بيه. الظاهر انه عايش على الفيتامينات يا صديقي. المهم سكار بيغضب وابن الهرمة بيهجم عليها. بيكون خلاص هيقتلها ولكن سيمبا بيحضر في المكان. سكار بيقول مفاسا مستحيل. بيقول له ابعد عن امي يا ابن الهرمة. امه بتقول له سيمبا انت لسه عايش؟ بيقول لها انا جنبك يا امي رجعت بيتي تاني. سكار بيقول له سيمبا انا فرحان قوي برجوعك وانك لسه عايش. الضباع بينصدموا وسيمبا بيقول له اديني سبب واحد يخليني اسيبك عايش. بيقول له اكتر من سبب انا معايا جيش ضباع. وهنا لا بتقول له احنا قطاع اسود. سيمبا الحاكم الشرعي للغابه. خش يا سيمبا وكلنا في ظهره ولا انتوا مش معانا يا اسود؟ بيقول له معاك يا رايه. سيمبا بيقول له الاختيار ليك يا سكار تاخد لك جنب تقعد فيه ولا تخش حرب معانا. بيقول له انت الوحيد اللي تعرف ان انا بكره العنف يا سيمبا ولكن انت كنت في يوم من الايام سبب في موت فرد من العيله. بيقول له كلامك ما بقاش ياثر فيا يا سكار مرحله وعدت من حياتي. بيقول له طب وهتعدي من حياتهم؟ هتقول لهم ابوك مات ازاي ولا اقول لهم انا يا سيمبا؟ امه بتقول له ايه الحكايه يا سيمبا؟ سكار بيقول لها الحكايه ان ابنك السبب في موت جوزك. الكل بينصدم. وسراوي بتقول له قول ان الكلام ده غلط يا سيمبا. بيقول لها كلامه صح. سكار بيقول له اللي قتل لازم يتقتل. بيقول لهم لا انا ما قتلتش ده كان حادث. بيفضل يرجع لورا. ابوك خلاص هيقع. ولكن سكار بيقول له المشهد ده مألوف بالنسبه لي. بالظبط زي ما مات ابوك قدامي. هقول لك اخر سر ممكن تسمعه في حياتك. انا اللي قتلت مفاسا. سيمبا بينصدم وبيمسكه من شعر رقبته. بيقول له قتلت ابويا اللي هو اخوك. بيقول لهم ده كداب عايز يقتلني زي ما قتل ابوه. بيقول له كداب انت اللي قتلت ابويا. قول لهم الحقيقه. سراوي بتقول له سكار انت قلت انك وصلت الممر
في الوقت المناسب. بيقول لها اكيد. بتقول له يبقى ازاي عرفت كل اللي حصل هنا؟ سيمبا بيقول له مجرم. سكار بيقول للضباع خلصوا عليهم كلهم. الضباع بتهجم على سيمبا. يهجموا على مين؟ ده انتوا ليلتكم تيه. ابلع على الاسود. بتخش عليهم والحرب بتقوم يا صديقي. وتيمون وبومبا بيوصلوا الحيطه ساد. بومبا بيقول له تيمون انا ما بقتش خايف منهم اصلا. بيخش عليهم بقرونو بيكسر عظمهم بالكامل. في الوقت ده انا بكون مسيطر على الاخر. وشينزي بتقول لها زمان كنت هاكله ولكن ما حصلش نصيب. بتقول لها النهارده انا اللي هاكله وما تقلقيش في نصيب. بيخش على بعض هما الاثنين. وزازو برضو بيكون معاهم في المعركه. الضباع بيحطوه وبكون خلاص هياكلوه. ولكن عم شكشك بيحضر في المكان بيكسر عظمهم بالعصايه بتاعته. والوحش سيمبا ما بيكونش شايف حد قدامه. واللي بعده بيحصل اللي قبله. اشرب يلا. بيبص على سكار بيلاقيه بيهرب منها. بياخدها جري وراه. وسكار ما بيلاقيش مخرج يهرب منه. بيقول لسيمبا هتقتل عمك يا سيمبا. انا يا ابني جبت الضباع هنا علشان اخلص عليهم كلهم. بيقول له حتى الضباع كنت عايز تخدعهم زي ما خدعتني انا زمان. بيقول له اهدى يا سيمبا انا تحت امرك. قول لي اللي يرضيك وانا هعمله. بيقول له اهرب. اهرب يا سكار. اهرب واياك ترجع هنا تاني. بيقول له امرك يا ملك. ولكن ابن الهرمه بيلف الناحيه الثانيه وبيضربه في وشه بالنار. بينزلوا بعض تخبيط. ولكن سيمبا بيسيطر عليه وبيحط عليه حط السنين وغصب عنه لتحت بيرميه. ما بيحصلوش حاجه. ولكن بيلاقي الضباع كلهم ملمومين عليه. بيقول لهم اصحابي حبايبي هنعمل خطه جديده ونخلص بيها على سيمبا. بيقول له اصحابك من شويه كنت بتقول لسيمبا ان انت جبتنا هنا علشان تخلص علينا مش كده ولا ايه يا سكار؟ بيقول لهم انا كنت بضحك عليه. ما بيسمعولهوش وبينزلوا نهش في لحمه. الضباع بيرجعوا تاني اماكنهم. وسيمبا وعيلته بيكونوا في منتهى السعاده برجوعه. سيمبا بيطلع على عرشه وبيكون صديقي على وضعه. بيحيي اهله واهله بيردوا له التحيه. هو بتعدي الشهور وتفوت الايام وكل حاجه بترجع زي ما كانت. سيمبا ونالا بيخلف ولي العهد الجديد والحيوانات كلها بتحضر علشان ترحب بيه. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو في فيلم او مسلسل عايز نلخصه انزل تحت اكتبه في كومنت واكتر كومنت هيجيب عدد لايكات باذن الله هلخصه. اهم حاجه تخش تاخد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.